نشكر فريق الرجاء البيضاوي على هذا الفوز وعلى هذه الفرحه اللي قدم لنا ديماجا. وفريق الرجاء على هذا الفوز ضد الوداد البيضاوي كانوا زعما داروا واحد المقابله زمينه للفريق الوداد. فريق الرجاء البيضاوي كنحييهم على الفوز ديالهم حتى الاخير لحظات وتموا بالفوز 4 اهداف في هذه المقابلات. تحيه كبيره لجماهير الرجاء وتحيه لمحسن متولي، تحيه كبيره. كنتسناو المقابله ان شاء الله ديال الترجي في مركب محمد الخامس مكينه الرجاء البيضاوي. كنشكر فريق الرجاء البيضاوي على هذه النتيجه التاريخيه. غادي نزيدوا هاد النتيجة غادي تزاد على 5-1 اللي ما عمرها غتمسح في التاريخ، وديما راجعوا. كنشكروا اللاعبين على الرجولة. صراحة المقابلة كانت جميلة والريمونتادا واعرة بزاف بزاف بزاف، وديما رجاء وديما رجاء العالمي وشمس رجاوية من صغرها وغتكبر رجاوية إن شاء الله، وديما رجاء وديما رجاء. الحمد لله ربحنا وكلشي فرحان بهذا الربح هذا. ديما رجاء الرجاوية ديما رجاء ما كاين الراجه، الراجه هي اللي كاينه، فرع اخرى ما كايناش. كنشكر اللاعبين على هذه النتيجه وديما رجاء. ونحبوا الرجاء العالمينا وفي خاطر الرجاء وديما رجاء وديما الجزائر، ونحبوكم بزاف بزاف وديما خاوه وخاوه وخاوه، ونحبوا المغاربه ونحبوا المغاربه وديما رجاء. مبروك مبروك علينا اليوم هذا الانتصار وديما خضره، وملي ربحونا ب3-1 كنا صافي المقابله ربحوا بها، ولكن فرقه ديال الرجاء جات من الكليب بحال مانشستر سيتي ولا شي فرق. المقابله ديال اليوم كانت مقابله كبيره، واخا حنا ما نسحبناش وداك الشيء كاين الشوط اللي طلعوا الماتش اللي فات ترى الانتظار والله انتظار جل الانتظار ديالهم، وشافوا شافوا النتيجه ديال اليوم ما نسحبناش بواحد الطريقه كينسحبوا مع مقابله الترجي، ولعبنا معاهم الكره. وكنشكروا متولي على المجهود اللي دار معنا وديما رجاء. رجاء تلموش ورجاء العالمي ديما عالمي ديما عالمي. علي علي زين لكم زينة زينة وروينة لا فيك طوار لينا. علي علي زين لكم زينة زينة وروينة لا فيك طوار لينا.